السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوان الطيبين في قناة وطن الرحيم، ومعكم مصطفى. نقدم لكم إن شاء الله السيارة الجميلة الاقتصادية ديال الأستاذ اللي جابها لنا، تنشكروه جزاه الله خيرا. والسيارة تبارك الرحمن ممتازة، كما قلنا موديل 2012 والضريبة ديالها 1500 درهم مازوط الإخوان. الأوتوماتيك حتى الناس اللي تيقلبوا على الأوتوماتيك ها هو موجود. مرحبا بك، تفضل أعطينا ودي نصوروا الموتور. هاد الميطار ان شاء الله الاخوان نعطيهم لكم بالكاراتي ان شاء الله. الموتور بصح الموتور ديالها زوين وبرومير ما يعني بالكارونتي ان شاء الله. هاد التليفون راه ما تيكونسوميوش الاخوان هاد الماطرا صراحه، في المازوط راه مخيرين. ايوا الحمد لله، كنشكر الاستاذ اللي جابها لينا. راه بروميير مال الاخوان، يعني ضربه 180 الف راه بروميير مال. البيسرينة ديالها الاخوان فيها واحد الضريبه هنايا، هاد البيسرينة هادي ها هي مقطعه هنا، فيها واحد الحرف. هي ما مقطعش، هو الحرف كاين ولكن هنا. دونك عندي والله فيزيت لا دازت هاد البيسرينة، الله يسخر ما دازتش. انا نشريها لكم من لا ميزون كوموندي ان شاء الله. فهذا هو الحل، كنلقاو ما فيهمش كنكومونديو من لا ميزون. على حساب كاين اللي كدير 1500 درهم، كاين اللي كدير 2000، فهمتي؟ يعني اللي كاين هو هذا. والثمن راه درنا 10 الملايين، غنقادو فيه شويه اجيب الطوا الطوموبيل، ما جا مشكل. جوج مرات كيتحل الباب. طابيات شيفرولي، كوسانات نقي جداد كاع مشا نقيين. هاد الصالون كان مغلف، حنا حيدنا له الكوسانات. بارك رادار اللور، مالا تحلات. الكاش فولون اللي كيدير لها السيد، كندير لها الكاش فولون، حيدناه ليها، تنربطو ليها الكاش فولون، حيت عندها شي شويه ديال الطياب في الفولون، ولكن عادي. راك عارف 2012 والكيلومتراج راه 180، راه عادي، ولكن كاين نقا، كاين نقا تبارك الرحمن، وكاين الجوده. هذا هو اللي بغينا، ما رزقنا الصفا ولقينا ما احسن منه. حنا من بعد هاد التصوير مكنبقاوش باغي نهضرو كاع، راه اللي كاين كنوضحوه في الفيديو. زوين طات لي زوين فهاد الشيفرولي، عملي يعني بلاند يعني دمر. الناس اللي كيسوقو المانيال، اللي كيسوقوش اللي مكيسوقوش المانيال، اي دمر مع راسو بعدي. مقاتل هاد الشيفرولي، عارفهم حتى في الخليج راه كيديرو معاه هما. يعني الطوموبيل الله يبارك.
ثمان عشرة الملايين إن شاء الله. هنا درت بحساب هذا المصروف ديال البيسرينا وداك شيء، هادشي اللي كاين عليا دونك 10 المليون، هادشي اللي قلتو راه نصلحوها انا ان شاء الله. كاش فولون ديك البيسرينا صافي، والبيسرينا ان شاء الله راه دايزه حيت الرقم ما مضروبش، مضروب غير الاتساع، دونك لما دازت ماشي مشكل. نخلصوها لكم الاخوان، المهم اللي يمشي يمشي ناشط، واللي معجباتوش نشوفوا له حاجه اخرى، ما كاينش مشكل. مرحبا. اوتوماتيك الاخوان، الثمن ديالها الاخوان 10 الملايين، 2012 بريمير مات ضربه 180,000 مازوط، عامره الطوموبيل، والنقاه ضربه 180,000 10 الملايين. الله يسخر اللي بغاها. مرحبا، حيدوا له شي بركه ان شاء الله. فروع عامره، لا كليم، بردات، ثلاجه. هذا هنا واحد التوب زوين، هذا واحد التوب هنا داروا ليه الديزاين واعر. حتى المازوت ما تيكونسوميوش، هادو بزوينين ما تيكونسوميوش المازوت، و تطير الطوموبيل. الضريبة ديالها 30,000 ريال، 1500 درهم، دونك هادي ان شاء الله دابا نغلفوها، يعني نشوفوها قبل ما تتغلف، راه عادي يعني مقارنة مع العمر ديالها 2012، ولكن راه المليحة الاخوان راه تنعفط على الموتور تبارك الله، راه بالكارونتي زعما بصراحة، عرفتي الحمد لله كاينة النقاء. ودابا الحمد لله اللي تيفرحني كثر هو الاخوان تبارك الله اللي تيبغيو يتعاملوا معايا وعندهم سيارات زوينه، راه تيقول لك هذه صافي راه غياخذها ولد رحيمو، تيعرض عليا في واتساب تيجيب الله التيسير، فتيعرفوا حتى الجوده، واللي كيقول لك راه نقول له عاوتاني شي حاجه ما خداماش، راه تنقول له ما خداماش ليا الاخ، حنا ما تنقولوا ما يبانش، يبان العيب في السياره ولكن ما يبانش فينا حنا، تيبقى تيسير الله، والحديد كله سخرة الله وتيسير الله. المهم انما الاعمال بالنيات. هو اللي كل امرئ ما نوى. يسخر ملي تدير البيل بيبان تيتحلو بوحدهم، حتى هي فيها الكشوش، فيها لوبسيون صراحة. الساروت كاين واحد الاخوان، لا ولكن التاني مازال عند مولاه، مولاه دار معايا يجيبو ليا من سيدي قاسم السيمانة الجاية، باش مننساش هاد المعلومة حيت هاد القضية ديال الدوب. المهم المهم راه كاين، يعني راه كاين الدوب، راه كاين اللي يجي يديها اليوم ولا غدا ما يلقاش الدوبل.